هذا شو اسمه طريقي طريقي إيه حلوها حلوة ما شاء الله عليها صوت أكلهم لبسن وفنوفي ينن تصدقون إنستغرام والسناب صاير مليق يصج الناس ما عندها غير الأكل والمطاعم تمكجون ويروحون مطاعم وإحنا بس منثبرين بهالبيت ونجاب الأربع طواف ونطالعهم ونغيث شنو هذا شفتيها تحب تحن تحب التذمر تحب كذي يعني لا نورو تبين الصج احنا وايد محبوسين نبي نطلع يعني مجابلين اربع طواف واحد اثنين ثلاث اربع ملل وين اوديكم ما عندي سياره شلون اطلعكم بالله تيش فيك المشكله مو بالسياره المشكله من وين لنا فلوس علشان نطلع استغفر الله ايش فيكم ترى صج ما تبون تاكلون تشربون كل هذا يبي له فلوس حبيبتي اي ناخذ من ابوي حبيبتي طع هذه ناخذ من ابونا فلوس انت اصلا تحلمين ابوي اذا درى بيقول انثبروا بهالبيت وجاب له اربع طواف ولا يعطينا فلس واحد اصلا ايش فيكم الفلوس مو لنا الفلوس بس حق غاليه وولدها على طاري غاليه وولدها سمعوني تبون تطلعون تروحون لاماكن هذول اللي قاعد تشوفونهم بالانستغرام والسناب لو فوق هذا ابوي اللي يعطينا فلوس شلون سمعوني اروح حق ابوي اقول له يبا من زمان احنا مو طالعين مع فيصل اروح حق فيصل اقول له فيصل خلنا نطلع معاك من زمان مو طالعين معاك فابوش بيسوي بيعطينا فلوس عشان نطلع ولده وبيعطي ولده فلوس عشان هو يتسوق ويشتري وكذي نكون طلعنا وسوينا اللي ببالنا ايش رايكم فيني وذمتكم ام التدابير انتي داهيه شلون طرت عليك هالفكره أنا يطلع مني بس أعطوني شوي مخ أفكر ومزاج رايق يعني بعد لو تقومين تسوي لي قهوة من يدك الحلوة السلام عليكم عليكم السلام هلا جمعين قاعدين قاعد نسولف نضحك الله يستر المهم يبهاتش هذا مفتاح سيارتك صلحتها وبدلت كل شيء فيها وصارت أحسن من قبل استانستي يا بعد عمري مشكور أخوي ما تقصر صدق ونسني والله عاد انا اهم شيء عندي اشوفكم مستانسين بس اي شيء تبون تعالوا قولوا لي لا تروحون تقولون حق ابوي ويعصب وتصير سالفه وانا بعد بحاول اني ما قصر ماشي ان شاء الله مشكور وايد انت ما قصرت صدق لا العفو تستاهلين المهم انا بروح اريح تبون شيء مشكور ما قصرت يلا على ذنكم حبيبي السلام هذا سايل عشان نطلع شفته قوم يسوي لي قهوه قوم يسوي لي قهوه زين تدرين أنا اللي بطلعكم وسيارتي وصلت فشنو همز ريولي نعم همز ريولي سوي لايكات يبي يبي يقول فلفل أسود